بعد ما كنا شفنا الديفيلي مع بعض طبعا نروحوا الديفيلي لازم نجيبوا سونور نجيبوا تصريحات من عند الفنانات تاعنا وحنا درنا سونور وتصريح من عند فنانه اللي كانت دايره ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كي نقولوا ضجه كاين بزاف فنانات اللي داروا ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي دار الفنانه دارت ضجه هي فاطمه علاهم اللي كانت حاضره ني بنت تخيل مع من دير لي سونور طبعا بيان سور راح نجيب وحده اللي نجيبوا تصريحات من عندها جوستومون كي رحنا درنا تصريح معها صرحت لنا بلي رايح نشوفوها في رمضان وكانت صرحت لنا التصريح اللي راح نشوف فيها في دور مميز اللي جامي شفناه فيها واش من دور زعما نروحوا نشوفوا في هذا السونور. اليوم راهي منورتنا الفنانه القديره بالزي التقليدي فاطمه الزهراء عليهم كما راكم تشوفوا فيها بالكراك والله الله ما شاء الله. اعطينا رايك في هذا الديفيلي اللي رانا نشوفوا فيه اليوم. شفناكم كامل فناناتنا القديرات بالزي التقليدي حكينا على هذه الظهوره. مساء الخير عليكم. اول شيء نشكر لاله زهراء ديلمي لو غران ستيليست فرحه ديلمي نشكره بزاف بزاف على واش هو يدير وعلى واش دار. سي لا بروميير فوا جامي داروها سي لا بروميير فوا اللي لبس لي ستار دو لالجيري بالزي التقليدي. نشكروه بزاف بزاف ونقول له يعطيك الصحه وميرسي وان شاء الله يا ربي العقوبه الكثر وما كثر وان شاء الله يا ربي هذا الزي التقليدي نتاعنا ان شاء الله يخرج ويزيد يخرج للخارج هكذا باسكو اللباس نتاعنا راه ما عندناش غير الكراكو عندنا بزاف عندنا النايلي عندنا الشاوي عندنا هذيك وهذيك وهذيك ان شاء الله يا ربي كامل نلبسوهم ان شاء الله كاع نخرجوا بهم للخارج. اعطينا سكوب واش من دور اللي تميل ليه فاطمه الزهراء علاهم واش من عرض هذا اللي مالت ليه وحباته؟ عييت من علاهم العاقله الساكته الام هذيك انا حابه ندير حاجه تاع وحده قبيحه حابه نطير انا هكذا قلت لهم حابه نطير عييت وانا غير ساكته وعاقله ما خرجتش عليا.